هجوم الان نشوفوا نلاحظوا راهي تاخذ في 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 احتياطاتها وتحاول قراءة جيدة للخصم لانه الاندفاع ربما يلعب في صالح تركيا. لهذا نلاحظوا في رميسة راهي لا تخاطر بالهجوم من دون تاكد لا تغامر كثيرا. ولا الحكم يطالب التركية برفع الرأس. الآن تحضر الهجمة رميسة أبو علام. هي المبادرة هي التي تحاول أن تصيب وجه تركيا بلكمة، ولكن في المقابل يجب أن تغطي رميسة أبو علام بشكل جيد. نعم لأنه ممتازة رميسة، تدخل جيد ولكن ما أصابت الوجه مباشرة. يا سلام على رميسة. بعد دقيقة من نهاية الجولة على رميسة، يعني مبادرة لترك يعني انطباع في أذهان الحكام على أنها ولو أنها تواجه بطلة العالم. نعم. يعني تركيا بطلة العالم بامتياز، واللي فازت على خمس ملاكمات في تركيا، وقامت يعني بمشوار جد قوي وربحت يعني لميغو موند. ممكن نتمنى ان شاء الله رميسة تمد كل ما عندها لانه النهائي ليس بعده. نعم نعم ممتازة. نعم رميسة لكمات اقل من 20 ثانية الان عن نهاية الجولة الاولى. نعم ان شاء الله تستغل هذه الثواني لترك انطباع. نعم نعم تحاول ان تحاصر في الركن. 10 ثواني الاخيرة. اتمنى ان يحتسب الحكام النقاط لمصلحة الجزائرية. رميسة أبو علام ثواني فقط وينتهي النزال. نعم في جولته الأولى سنتعرف. رميسة متأخرة بجولة دون رد. تأخر يعني تقدم طفيف. رميسة 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 اسمع بيان بيان كونسونتري. اسمع بيان ما تروحش ديرك. فدي بيدي دير لي بالي تاعك. فدي وجبد عاود ولي. رايت تنافي هي رايت تنافي رايت تنافي هي رايت تروح ديرك. رايت تنافي ما تروحش ديرك. فدي خمم فدي ولا اوف. هو يقول انه هي تنتظر تعتمد على تقنيه الهجوم المضاد، تستنى فيها قالها راهي تستنى فيك. يعني واش تخدم رميسة؟ تخدم هي لو غوتخي وتعاود تولي باش تماركي، وهذه هي نقطه قوه تركيا. نتمنى ان يتغير تكتيك رميسة أبو علام في الشوط الثاني. هو اعطاها تعليم انها في الجوله الثانيه. نتمنى نعم اعطاها انها تعود ممتازه. نعم نعم رميسة رائعه بعد البدايه. يا سلام يا سلام على رميسة. قال لها ايضا عليك تحضير الهجمه وليس الهجوم مباشره باليمنى. تحضير الهجمه تحضير الهجمه باليمنى سيكون نعم مفيد. هاي طبقتها. نعم 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 الحكم يطالب الملاكمتين ان يستمعا اليه. نعم هنا هيجان من طرف رميسة لانه علمت بانها متأخرة بجولة. نعم. واحدة. نعم هذه الملاكمة تاع رميسة اللي تعزى باليسرى. نعم هنا استفاقة نتمنى تواصل على هذا. نتمنى فقط ان تحسم هذه الجولة لمصلحتها. نعم حتى تكون الثالثة حاسمة. ولو انه نظريا متفوقة ابو علام لحد نعم. الان. نعم بنظر الحكام بالتأكيد. إنها وبنظر ايضا لبدايتها القويه. بدايه قويه هذه هي هذه الجوله. نعم ممتازه ممتازه رميسة. لكن حذاري ايضا للاشاره فقط اخي عبد العزيز هو انه في بطوله العالم السابقه كانت رميسة في المنازله الاولى تاعها اللي فازت بها في مع الملاكمه اليابانيه كانت متاخره في الجوله الاولى، ولما علمت انها متاخره هذه من خصائص رميسة انها تولي بقوه. وهذا ما رانا هذه قوه شخصيه. نعم. الملاكمه 20 سنه الملاكمة الجزائرية الشابة التي تبحث عن الذهب المتوسطي. نعم نعم ممتازة
نعم رميصه باليمنى لو وصلت بهذا المنوال نعم نعم يا رميصه نعم. تتجه رميصة لحسم الجولة لمصلحتها إن شاء الله وتعتمد على الضغط. ونلاحظوا أنها قوات الدفاع تاعها، نلاحظوا أنها مغطية على وجهها. هذا ما طلبه المدربان من رميصة. وعلام اللي قلت هي 28 سنة وليس 20 سنة، تأكدت نعم. من سن رميصة وعلام. هنا كسر هجوم الملاكمة التركية. نعم نعم ها اعتمدت على نفس ممتازة نعم. هذا نعم. ما كنا نبحث عنه. هذه كواصل كما تحدثت انت نعم. منال تطبق تعليمات المدرب بكل حذافيرها. نعم تحضير ثم الهجوم ان شاء الله. ثواني فقط انا انتظر النتيجه. نتيجه نعم. الحكام رائعه وعلام ان شاء الله تسير نحو تعديل الكفه لتكون الجوله الثانيه هي لمصلحه الجزائريه. سنتعرف على ذلك. نعم لا 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 اخرى الجوله الثانيه هو قرار يعني لم يكن فوز رميصة بالجوله. نعم الجوله لكن بتقارب لكن تقدم الملاكمه التركيه بحكم والحكمين الاخرين تعادل يعني الجوله الثالثه هي الفاصله. نعم على كل هي جوله لجوله لكن فارق النقاط سيحسم في الجولة الثالثة. سنستمع لما يقوله المدربان خاصة المدربان بداية الجولة الثالثة والحاسمة. نتمنى أن تواصل رميصة أن تعطي كل ما لديها العلم أن تعطي الوجه الذي قدمته في نعم. الجولة الثانية. بإمكانها الفوز نعم صراحة بإمكانها نعم نعم هذا هو الوجه الذي نريده نعم من رميصة وعلى أمام الجماهير القوية الحاضرة هنا في القاعة التي تساند الجزائرية. بإمكانها يعني الفوز لو واصلت هكا. أذكر أن رميصة تواجه بطلة العالم التركية كاتشيرير آيشي. ممتاز الأداء لو في الجولة الثانية في انتظار أن يكون على نفسي النسق وعلى نفسي الطريقة والوتيرة في الجولة الثالثة. نتجه إن شاء صراحة الله صراحة بإمكانها الفوز صراحة. اندفاع بدني ايضا يلعب في صالحها. تراجع الاندفاع. كبير للملاكمه التركية خاصة في الجوله الثانيه. نعم خاصه جسديا نعم وبدنيا ايضا بدنيا نعم. ولاحظوا انها هي اللي راهي تنهي في ممتازه يساريه قويه تصيب وجه تنهي الهجمه الملاكمه التركيه كما قلنا البارح نهايه الهجمه ممتازه نعم. مجددا رميصة رميصة تحضر الهجمة ثم تنطلق ثم تصوب. اوه انذار لتركيا والحكم يطالبها برفع الراس. بالتاكيد هذا سيؤثر على نعم يؤثر اكيد تنقيط الملاكمة التركية الذي سيدفعها للاندفاع اكثر نعم. سيكون في صالح الجزائرية. رميصة معلم اقل عدم تفكير يعني هذا راح يدير ضغط على تركيا وتهجم من دون تفكير من دون تركيز. ان شاء الله رميصة تستغل هذا سيكون هجوم متهور بلا شك نعم تفتح الوجه نعم ما يجعل رميصة نعم تركز اكثر وتكسب المزيد من النقاط نعم تكسب مزيد من الثقه. والله اقل من دقيقه على بعد الميداليه الذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله نقترب من الميداليه الذهبيه الاولى في هذا المساء التاريخي للملاكمه الجزائريه. نعم. 10 ملاكمين جزائريين سيكونون يلا يا رميصة على موعد رميصة على موعد تستعرض رميصة يلا يا رميصة طاولة رميصة يلا يا رميصة على بطلة العالم بعد 30 ثانية على بعد 30 ثانية يا منال لافتتاح هذا لنتوشح نعم. بالذهب نعم أول ذهب يفتح نعم في الملاكمة نعم. رائعة رائعة
بنان رائعة رائعة. رميسة أبو علام حقيقة استعراضات، سيكون إنجاز تاريخي لهذه الملاكمة. آخر 10 ثواني إن شاء الله. أعتقد أن الأمور حسمت في حضور في ظل حضور ومتابعة من وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقة. أيضا نتمنى ونتطلع ونتوقع أيضا فوز الجزائرية رميسة أبو علام التي قلبت الطاولة أداء ونتيجة على بطلة العالم. شكرا لك رميسة، في انتظار النتيجة. نعم. في انتظار تأكيد النتيجة إن شاء الله يا رب. الإعلان عن النتيجة بعد لحظات سيكون البلو كورنر إن شاء الله. ما تهوى